السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازاي توفر على نفسك طوابير شباك تذاكر المترو عن طريق كارت المترو؟ تكلفة الكارت 25 جنيه أول مرة، عشان كده أول مرة أول ما بخش على المكنة بكتب 75 جنيه، عشان لما أجي أدفع بدفع 100 جنيه على بعضها. بحط الفلوس في مكانها، استلم الكارت من مكانه. استخدمه مع كذا نفر، لو هتدخل 4 ولا 5 ولازم كل مرة تدوس على المكان بتاع الكارت عشان تدخلهم، وبرضه هما خارجين بتطلعهم برضه في نفس المكان، تحط الكارت 5 مرات تطلعهم، بس خد بالك لازم يكونوا رايحين نفس المكان يعني عشان يخرجوا بنفس الكارت. إعادة الشحن برضه عن طريق يا إما تروح المكتب ويا إما تروح الشباك التذاكر. الكارت في المكان المخصص على الشاشة أوتوماتيك إن هي إيه، إعادة تحميل يعني إعادة شحن. بتدوس عليها تختار الرصيد اللي انت عايز تشحن بيه وتحط الفلوس في مكانها، وبعد كده تشحن. بعد كده بعد ما يخلص الشحن بتاخد الكارت وشكرا. كده تقدر توفر على نفسك الطوابير وتأخر في الطوابير التذاكر.